قاعدة لوحدك ليه؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت طلعت منين؟ طلعت منين يعني ايه؟ جيت من العنبر على طول. والله ما حسيتش بك خالص. ايه ده؟ هو انت هو انت عادة بتحس بيا قبل ما اجي؟ الصراحة انا بشم ريحتك من اخر الدنيا. ريحتي انا ما بحطش برفان. بشم ريحتك. فهمت. اصل انا خدت دش من شوية، فيمكن عشان كده ما حسيتيش بيا. يمكن، الله اعلم. من ريحتي. طب انت قاعده لوحدك ليه كده؟ انت مش قلتي انا زهقانه وهقوم انضف المباني اللي حوالينا؟ والله الصراحه لقيت القمر كامل وفي نسمه هوا كده هون، فقلت اما اقعد مع نفسي في الطراوه شويه. ايوه، القعده مع الذات دي. ايوه، مع الذات تبقى حلوه فعلا. فعلا القمر جميل والهوا جميل برضو. عارفه يا ناس عتاب، يعني برغم ان احنا شفنا ايام صعبه هنا في الجزيره وقابلنا مواقف اصعب، بس مش عارف ليه كده حاسس ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنخرج من الجزيره دي على خير. يا رب ان شاء الله. اطمني اطمني. ونقعد بقى نفتكر المواقف الصعبه دي ونقعد نضحك عليها، ونفتكر برضو ان كان في حاجات حلوه هنا في الجزيره. يعني كفايه يعني ان الواحد تعرف على ناس حلوه زي كده يا نسا عتاب. ربنا يخليك يا باسم، والله كله من ذوقك. هو ايه اللي كله من ذوقك؟ هو انت يا عتاب بتكلمي عمو محسن جوز عمته؟ في عتاب ما فوق كده عتاب ممكن نتكلم بصراحه؟ وماله نتكلم بصراحه؟ اي بس من غير زعل. هو انت هتقول لي حاجه تزعلني؟ لا، هي الجمله بتتقال كده، ممكن نتكلم بصراحه من غير زعل. الصراحه ما تزعلش. اصل انا بصراحه يعني اول لما وقعنا على الجزيره هنا وانا مش طايق جنس مخلوق من اللي موجودين، وانت تحديدا يعني ما كنتش طايقك خالص. اصلك كنت عامله فلوطه كده وفاهمه كل حاجه وبتقعدي تفتي ومستفز، عايزه قلم كده على وشك عشان انت اللي كنت عايز قلم ينزل كده هو انا على وشك. نعم. ايوه، عامل لنا فيها بورم، وكل شويه طالع لنا المسدس بتاعك فرحان بيه، وطلقاتك ما بتخلص. ايوه ما بتخلص، عشان ربنا مبارك لي في طلقاتي. وبعدين ايه بورم دي؟ ايوه انت بورم. لا يا ماما انا مش بورم، في ناس بتصطنع ان هي بورم، لكن انا الحمد لله على طبيعتي يعني بورم لوحدي كده. هو مش انت قلت اللي احنا نتكلم بصراحه ومش هنزعل؟ ايوه صح، انا قلت مش هنزعل، يا ريتني كنت قلت. بس يعني الكلام ده كان زمان اول لما شفنا بعض، بس بقى بعدين يعني لما عاشرنا بعض وبقينا اسره واحده، اكتشفت بقى ان انت انسانه يعني طيبه وجدعه ومحترمه وفاتنه وساحره. لا اعوذ بالله، انا ماليش في السحر. لا ساحره مش اللي هي المشعوذه، ساحره اللي هي جذابه دي، جميله يعني انسانه تتحب. تتحب؟ تتحبي في الله يعني. يعني اللي انا قصدي يعني ان انت انسانه جميله، واكيد كنت مرتبطه طبعا، يعني مرتبطه بقى بزميلك في الشغل او حد من جيرانكم في الكومباوند او في الحاره او في البلد، مش عارف انت منين اصلا. يعني اللي انا متاكد منه ان انت ما تتسابيش. اكيد ما تسابش دون اكيد، بس اللي اكيد اكيد اللي انا مش مرتبطه. ليه؟ ليه؟ لان انا شخصيه صعبه المنال، يعني مش اي حد كده هو يملى عيني، ومش اي حد يملى دماغي. اي حد؟ اي حد؟ اي حد. الصراحه يا باسم انت كمان شخصيه محترمه، وانا مبسوطه قوي اللي انا اتعرفت عليك. ربنا يسعدك وتلقى خطيبتك باذن الله ويهنكوا ببعض. خطيبتي مين؟ خطيبتك هناء. هناء؟ يا هناء صحيح، تصدقي ان انا نسيت ان هي كانت معانا على الطياره اصلا. نسيت ايه؟ ده انت فلقتنا بيها من ساعه ما وقعت وانت يا هناء يا هناء. ايوه، اصل الاحداث يعني اللي عدت علينا دي نسيتني خالص. نسيت ازاي؟ هو في حد بينسى البني ادم اللي بيحبه؟ لا طبعا مفيش حد ينسى البني ادم اللي بيحبه، بس انا وهناء اصلا ما كناش بنحب بعض، يعني لا انا بحبها ولا هي بتحبني. امال هتتجوزها ليه؟ احنا كنا هنتجوز عشان كان في مشكله بين عيلتي وعيلتها. ايه المشكله؟ انا احكي لك. اصل انا ابويا وابوها كانوا اصحاب من زمان، من وهم صغيرين، يعني كانوا بيشتغلوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويدرسوا مع بعض، حتى يوم لما قرروا بقى ان هم يعتمدوا على نفسهم ويشتغلوا، قرروا ان هم يشتغلوا مع بعض، فسافروا العراق وقعدوا شويه حلوين وعملوا خميره حلوه الحمد لله، وبعدين رجعوا من غير ولا مليم، فمش بقى ضيعوا الفلوس دي على السهر ولا على القمار. يلا ربنا ستر الحليم. المهم لما جم قالوا خلاص احنا نجيب بيجو 7 راكب ويبقى شركة ما بيننا ونشغله، اسماعيليه مرج اسماعيليه. فين الاشكال؟ والله ما كانش فيه اي اشكال، والحياه كانت ماشيه وردي، بس بعد ما ابويا وابوها ماتوا، اصل هما الاثنين ماتوا في يوم واحد. في البيجو؟ لا في الميكروباص، بس كان في واحد صاحبهم شغال في ليبيا عنده ميكروباص، وهما كانوا راكبين معاه، ما تفهميش عملوا ايه في الميكروباص اتقلب بيهم، يلا يعني ربنا ستر الحليم. المهم من بعدها العيلتين اختلفوا مع بعض. اختلفوا على البيجو؟ لا، اختلفوا على الاجره. ازاي؟ ما هو انت مش فاهمه، البيجو ده كان 7 راكب، عيلتي كانت بتاخد 3 وعيلتها كانت بتاخد 3، يتفضل راكب، مين اللي هياخده؟ وانا مش عرفني.
مقسموها مع بعضيه. ما هو انت مش فاهمه، الاجره كانت 13 جنيه 35 قرش، 13 جنيه 35 قرش على الاثنين هتساوي كام؟ اه صحيح، صعبه دي. طب ابوك وابوها الله يرحمهم كانوا بيقسموها ازاي؟ ما هو ده السر اللي اتدفن معاهم. ماتوا قبل ما يقولوا لنا 13 جنيه 35 قرش على الاثنين بتساوي كام؟ المهم العيلتين قالوا خلاص يا جماعه انت وهناء تتجوزوا، بحيث بقى ان ايه؟ هم ياخدوا ثلاثه وعيلتي تاخد ثلاثه واجره الراكب ناخدها انا وهناء. قلت لهم ايه يا جماعه الكلام ده؟ ده كلام هبل قوي. قلت لها يا هناء انت موافقه على الكلام ده؟ قالت لا طبعا انا ما بحبكش. قلت لها ما انا كمان ما بحبكيش. قلت لها خلاص تعالي بقى ايه؟ بدل ما نضيع الفلوس ديت على مصاريف الجواز، تعالي نبيع البيجو ونجيب ميكروباص 14 راكب، بحيث ان عيلتها تاخد سبعه وعيلتي تاخد سبعه ومحدش يزعل. والحمد لله بعنا البيجو وجبنا ميكروباص 14 راكب وشغلناه رماية أبشواي أبشواي رماية. بعد أسبوع واحد أسبوع كرسي قلاب من كرسيين القلاب اللي في الميكروباص اتكسر، فرجعنا لنفس المشكلة، بقى الميكروباص 13 راكب. فقلنا إيه يا جماعة هنعمل إيه؟ وخصوصا إن أجرة الميكروباص كانت 7 جنيه 75 قرش. قلنا طب هنعمل إيه؟ 7 جنيه 75 قرش على الاثنين هتساوي كام؟ قلت لها خلاص يا هناء تعالي نتجوز أنا وأنت حقنا للدماء وحقنا لوسائل المواصلات. ليه كده هو يا باسم؟ ما انت كنت مبتدي كويس، دخلتني بقى في الميكروباصات والزحمه والكلاكسات والكرسي القلاب وقلبت لي دماغي. يعني من الاخر يعني انت ما بتحبهاش؟ لا ما بحبهاش ولا بحب ايه ده؟ يخرب بيتك يا فرج، هو حبيب ايه؟ اكيد شغل جهاز الانذار. تعالوا نروح نشوف. منك لله يا فرج، مش قادر تستنى شويه؟ بسم الله ما شاء الله، الله ينور يا اسطى فرج، ده انت نورت المنطقه كلها. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا اسطى فرج. لا حلوه دايت الافراح ديت، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا اسطى فرج. ده بقى التواضع بقى بتاع الانسان بقى، يعمل الحاجه وما يتكلمش، يعني لسانه يعجز عن الكلام. طبعا تسلم ايدك يا اسطى فرج. سعيد سعيد. معلش لا الموضوع مش سعاده. فرج انت بتكهرب؟ ده بيتكهرب. طب انا واحد فاهم اللي بيتكهرب. ايه يا عتاب اللي بتقوليه ده؟ اكيد الاثنين بيتكهربوا. فرج انت بتكهرب ولا دي رقصه بتاعت النصر؟ بيتكهرب. طب نعمل ايه؟ ايه اعمل ايه؟ معرفش، لازم نفصل الكهرباء. طب اقول لك ايه، ما تزقه. يا سلام، انا لو لمسته يا ماما الكهرباء هتمسك فيا انا كمان. طب زقه بجزمتك كده اهو. يا حلاوه، هو انا برجلي خشب ازقه؟ ما هتمسك فيا. شوف اي حاجه نازل بيها الكهرباء. ايه يعني اشوف ايه؟ حاجه خشب كده اهو تمسكيها تديله. خشب خشب. الله الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. بقالي ساعة بقول لكم ان انا اتكهربت وانتم بهايم ما حدش فاهم ولا بقدر. كمان بتشتمنا ده بدل ما تشكرنا. شكرا شكرا يا ستي، شكرا للمبة، شكرا للفيوز، شكرا لكل شيء. طب نطفي السرنة دي يعني ازاي؟ لحسن حد يسمعني. من عند البوكس اللي وراك ده. اوعى اوعى يا حظبط، اوعى بدل ما تتكهرب. مش من هنا ولا من هنا، يبقى من الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا خلاص عملت دماغ فولت عالي. انتوا مش سامعين؟ في صوت ضرب نار. استنى استنى، راح فين يا عتاب؟ استنى يا حظابط، انا جاي وراك. صوت ضرب النار جاي من هنا. حلو قوي، طالما صوت ضرب النار جاي من هنا يبقى يلا بينا نهرب من هنا. نهرب ايه؟ ما تتشافوا كده هون يا رجاله. عيب، انت قلبك ميت قوي يا عتاب. انا بميت راجل. يا لهوي يا الله، ما تنشافي قوي يا عتاب كده. منك لله عديت البيت. في ايه؟ والله في ايه يا عتاب، انت عمال تأمني علينا كده ليه؟ مش واثقه فيكوا الصراحه، حاسه ان انتوا هتسيبوني. ده احنا اللي مش واثقين فيك يا ست. ما تخافيش يلا بينا. الصوت جاي من هنا هو. اه بس تحس ان الصوت ده مش حقيقي، يعني اكن حد بيعمله ببقه. ايوه صح، تحس ان فيلم اكشن لفاندام واحد عمال يتفرج عليه.
يلا بينا. يلا بينا. استني خليك انت. يلا بينا انا وانت يا فرج. انا وفرج في الاول وانت في الاخر عشان تحمي ظهرنا. ماشي يلا وراك حظك. واضح كده يا جماعة إن دي غرفة المراقبة بتاعت السجن. أنت إيش دراك إن هي غرفة المراقبة بتاعت السجن؟ ممكن تبقى غرفة المدرسين ودي لوحة المتفوقين أو غرفة الكمبيوتر مثلاً. مدرسين إيه؟ مبدئياً مفيش كشاكيل، مفيش أقلام رصاص، مفيش صورة الناظر اللي بتبقى في غرفة المدرسين. دي يا جماعة غرفة المراقبة بتاعت السجن. مش دي أنا فسحالي اللي كنا واقفين فيها دلوقتي؟ آه هي. إيه ده إيه ده؟ ظهر كده يا جماعة إن حصل انقلاب هنا في السجن. المساجين بيقتلوا في الحراس. يا حول الله، تلاقيهم ما كانوش بيجيبوا لهم اكل، او ممكن كانوا بيجيبوا لهم اكل غير اللي هم طالبينه. ايوه يا جماعه، لو فرضنا ان ده حصل يقوموا بالمذبحه الدمويه ديت. ايوه، ما هو واضح ان هي مش اول مره، يعني اتكررت كتير. الراجل ده شكله القائد بتاعه مع سعاده الباشا، عمال يديهم اوامر وبيسمعوا كلامه، وشكلهم بيحبوه كده زي نصر الرفاعي. انت شرفك يا فرد باشا، دي حاجات ما يفهمهاش الا المجرمين العتاه اللي زيه، وده شكله عاتم العتاه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش يا سعاده بيه، ولا اعرف حد بالاسم ده. اسمي انا ما قلتش اسمي يا فرج. لا باشا انا ما اعرفش مجرمين، انا راجل شريف الحمد لله.